عند الحديث عن يهود العراق يختلف تماماً عن الحديث عن يهود مصر أو عن يهود دول شمال أفريقيا، سواء من المغرب أو الجزائر أو الدول الشقيقة كلها. وعند الحديث عن اليهود العراق يختلف لأسباب كتيرة، لأسباب تاريخية وأسباب دينية وأسباب سياسية. أيضاً من الحاجات المزاعم اللي بيعلنها وبيقولوا عليها بعض الصهاينة وهي حادثة الفرهود، اللي بيتكلموا على إن العراقيين افتروا عليهم افتراء كبير جداً. ناس كتيرة جداً ما تعرفش حادثة الفرهود اللي تمت في سنة 1941 ووقوع أحداث شغب كبيرة ما بين المسلمين وما بين اليهود في قلب العراق. هل العراقيين فعلاً ما كانوش محتضنين اليهود وتعاملوا معاهم بفظاظة وبغلظة كبيرة في الأربعينات؟ السلام عليكم، معاكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة وبشكركم على تشغيلكم للفيديو. النهاردة بندخل في الموضوع على طول، بنتحدث عن يهود العراق، يهود العراق وتحديدا في حادثة الفرهود. ولكن علشان نتكلم على حادثة الفرهود وبعد كده رحيل اليهود من العراق، لازم نبص الموضوع الأول من تاريخه باختصارات شديدة. موقف يهود العراق يختلف كتير عن اليهود في باقي الدول العربية، لأن الموضوع أساسا بيبتدي عندنا من أيام السبي البابلي. كان في عندنا أكتر من سبي بابلي، الموضوع متأصل من زمان، ووجود اليهود في بلاد الرافدين في دولة العراق الشقيق، وكل الحب والتحية فعلا لكل دولة العراق ولكل إخواتنا بالعراق الشقيق بمعنى الكلمة. لما نيجي نبص كده هنلاقي إن عندنا كان في أول سبي اللي هو سبي الأشوريين، اللي كان في سنة 721 قبل الميلاد، اللي هما بيسموه سبي سمرية، وكان ده بيحمل من الأصباط أو من الأحفاد بتوع الأصباط. والسبي الثاني عندنا وهو سبي نبوخذ نصر، اللي كان في سنة 597 قبل الميلاد، وأخذ منهم ما يقرب من 40,000 من اليهود، أرضوا أيضا في السبي البابلي. وفي عندنا كان السبي الثالث وهو سبي صدقية، اللي كان في سنة 586 قبل الميلاد. إذن من مئات السنين قبل الميلاد كانوا اليهود موجودين، وفي منهم استوطنوا في العراق وعاشوا مع أهل العراق على مختلف الأديان. بمعنى إن كان في الوقت اللي كان فيه أهل العراق كانوا تحت الحكم الفارسي والدولة الساسانية، وكانوا عندهم الديانة الزرادشتية اللي كانوا اليهود بيعتبروهم وثنيين. كانوا العراقيين في الوقت ده أو أهل بلاد الرافدين متعايشين، رغم أنهم ما كانوش ساعتها لسه على الدين السماوي، إلا إنهم كانوا متعايشين مع اليهود بشكل عادي وطبيعي جدا. إلا إنه اليهود نفسهم لما دخل بقى الفتح الإسلامي إلى العراق كانوا فرحانين، لأنهم كانوا شايفين الذل مش من أهل العراق ولكن من الفرس في الفترة دي، فبالتالي كانوا مرحبين جدا. لما دخل سعد بن أبي وقاص في العراق وفتح العراق كانوا مبسوطين، وعلى فكرة كان تعدادهم ما يقرب من حوالي 90,000 نسمة في بلاد الرافدين في العراق في الفترة دي. زاد عليهم لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل إجلاء لليهود من الجزيرة العربية. وزي ما قلت في الفيديو بتاع يهود الجزائر، ان في بعض من يهود الجزيرة العربية رحل الى بلاد الرافدين، وفي منهم رحل الى شمال افريقيا، دول شمال افريقيا والمغرب العربي. ففي منهم من القبائل اليهودية راحوا وزادوا على اليهود اللي كانوا موجودين اصلا في بلاد الرافدين. ولما نيجي نبص برضو على اليهود في الدولة الأموية، بالرغم من ان مفيش تفاصيل بتبين علاقة اليهود او حياة اليهود في عصر الدولة الأموية، الا ان عندنا برضو ابحاث مختلفة. زي في عندنا باحثة اسمها لانشوت، لانشوت بتتكلم وهي متعمقة في أبحاث تاريخ اليهود، بتقول في العصر الأموي والعصر العباسي بصفة عامة ما كانش فيه معاناة أو اضطهادات ضد اليهود إلا في وقت معين كانوا بيتكلموا فيه، على وقت الخليفة هارون الرشيد والخليفة المتوكل. يمكن الخليفة المتوكل كان ليه بعض الأفعال مع اليهود، ولكن هارون الرشيد ما كانش على مزاجهم، ما كانش بيستخدمهم. ولكن على كل حال في فترة الدولة الأموية كانوا المسلمين بيتعاملوا
يتعاملوا مع اليهود على إن هم أهل ذمة، أهل كتاب، ما حدش كان بيحتك بيهم. وأصلاً من البداية كانوا اليهود ليهم يعتبروا جامعتين كبار في العراق، والتلموديين كانوا موجودين في العراق، وحتى الدراسات التلمودية كانت متركزة أكتر في بابل. كان إن كمان في حاجة اسمها رئاسة الجالوت. الجالوت دي اللي هي يعني معناها قيادة الديانة اليهودية كانت في العراق، كانوا واخدين حقهم تالت ومتلت. حتى بقى في عصر الدولة العباسية كانوا واخدين حقهم قوي مع الخليفة المعتضد. ولأن كانت الدولة العباسية واخد حيز كبير في التاريخ الإسلامي، والدولة العباسية كانت في بلاد الرافدين في العراق، فكان يعتبر من هنا كانت مركز صناعة القرار لفترة طويلة، خاصة في العصر العباسي الأول كانت بتطلع من العراق. فبنلاقي أن الخلفاء اللي كانوا موجودين كانت تعاملهم متسامح معظمهم، مش هقول كلهم 100%. يعني على سبيل المثال الخليفة المأمون، الخليفة المأمون رغم اختلافي معاه في طريقة ما عمله في مصر إلا إن ده جنب، وإن إحنا نتكلم عن الخليفة المأمون بشكل عام جنب تاني. الخليفة المأمون فعلاً كان بيحس على العلم والاكتشافات والترجمة، لذلك استعان بيهود كتير من بلاد الرافدين من العراق في ذلك، وكان بيطلق الأقلام. أنا مستغرب إن هما كانوا بيشتكوا من الخليفة هارون الرشيد. خليفة هارون الرشيد كان بيحسن إليهم جداً جداً، إلا إن الخليفة المتوكل اللي كان عامل زي الحاكم بأمر الله هنا في مصر كان مخليهم يبقى بلبس معين وخروجات معينة وأماكن معينة، كان مديهم تصرفات سلبية. ولكن هنلاقي في العموم ان كانوا اليهود في العراق واخدين حرية كاملة. سمعنا على ان المسلمين لما اصبح الدين الاسلامي في العراق، سمعنا على ان المسلمين كان في اي اضطهادات بينهم وما بين اليهود، سواء في الدولة الأموية او الدولة العباسية، ما حصلش. جينا عند دخول بقى المغول في العراق. وقت دخول المغول، المغول أساسا ما ميزوش ما بين مسلم وما بين مسيحي وما بين يهودي، بل إن هم كانوا بيقطعوا في الرؤوس بشكل مبالغ فيه، كانوا جبارين وسفاحين جدا. ولكن لما نبص نلاقي إن اليهود ما خدوش بعضهم ومشوا من العراق في فترة المغول. طب ليه؟ كل الأبحاث والدراسات التاريخية بتأكد اللي هتلاقوها في شرح الفيديو، إن اليهود عرفوا إن هم يتأقلموا كويس قوي مع المغول، وعرفوا ان هم يتلونوا مع المغول علشان ما يشوفوش الغضب، بل ان هم نالوا في عز، كان واحد سلطان منهم كان اسمه أراجون في الوقت المغول، كان في واحد بقى يهودي كان اسمه سعد الدولة، كان ملقب بابن كمونة، ده خد منصب رائع جدا وكان مقرب جدا من أراغون. وأول ما مسك يا أخي يتمسكنه لحد ما يتمكنه، ابتدى يضطهد المسلمين، ما هو بقى اللي كان يعتبر في الرئاسة والمسلمين تحت حكم المغول. وسعد ابن كمونة ده ابتدى ان هو يعمل نفوس تستفز المسلمين، وان هو يقلل من نفقات المسلمين واضر بالنفقات بتاعه المسلمين وبأوقافهم وبالمساجد، الأمر اللي خلى المسلمين في الفترة دي ان هم يثوروا عليه. وعلى كل حال ده كان وضع اليهود في فترة العرب. وبعد كده لما دخلوا العثمانيين في البداية كان الوضع مش باين او مش واضح، ولكن اخدوا حقهم تالت ومتلت في عصر الدولة العثمانية. كانوا اليهود عامة واخدين في عصر الدولة العثمانية ايام نغنغة وعز غير طبيعية. نختصر بقى الكلام وندخل على فترة العراق ايام الحرب العالمية الثانية. إذن باختصار شديد عندنا لما هنبص على تاريخ العراق هنلاقي إن اليهود كانوا عايشين كمواطنين مع المسلمين بشكل طبيعي جدا، ما جاش في فترات اللي هي الدولة الإسلامية، سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو في فترة العثمانيين مثلا، ما جاش المسلمين في العراق وراحوا عملوا ضغينة أو زريعة وإن هم عملوا نهب وسرقة و و و ضد اليهود. إذن في أقصى أوقات القوة اللي كان فيها المسلمين ما نلاقيش ولا نسمع على إن المسلمين العراقيين عملوا أي أحداث شغب تجاه اليهود خالص. نيجي بقى في فترة الحرب العالمية الثانية، وكنت بمهد باختصار شديد جدا. في فترة الحرب العالمية الثانية كانت الأحزاب السياسية داخل العراق منقسمة لرأيين،
في رأي عندنا كان بيؤيد مساندة القوات الإنجليزية داخل العراق، وده اللي كان معظم الشعب العراقي كان رفضه، لأنه ما كانش أساساً عايز احتلال إنجليزي أو احتلال بريطاني داخل أراضيه نهائياً. وفي جانب تاني عندنا كان برئاسة رشيد الكيلاني، ورشيد الكيلاني كان معاه أربع عقداء كانت مشهورين جدا اسمهم الأربع عقداء، وكانت الحركة اسمها حركة مايس. وحركة مايس قدروا ان هم في سنة 1941 ان هم يتمكنوا من العراق. وعلى كل حال في نهاية الصراع كسب او قدر يفوز الكيلاني او حركة مايس ومعاهم الأربع عقداء، وشكلوا الحكومة في سنة 1941. كان منصور الكيلاني عندنا، وطبعا نور السعدي اللي هو كان بيؤيد الانجليز هو يعتبر كده اللي راح للانجليز ويقول لهم تعالوا والحقونا. تخيلوا يقوموا رايحين بعض الجهات اللي هي تناصر الانجليز، منهم مين؟ منهم اليهود. كان في اليهود كانوا يهود البصرة هم اللي يعتبروا متحكمين في الاقتصاد بشكل كبير. عملوا اجتماع مع نور السعدي ومع عبد الإله، ده كان من الناس اللي هو كانوا بيتؤيد جدا، وقصة كبيرة مش وقت ان انا اتكلم فيها، اخواتنا العراقيين عارفين القصة دي، اللي هم بيقولوا احنا نأيد الانجليز. وفعلا الانجليز استدعوا قوات من الهند واستدعوا قوات من الاردن ودخلوا على العراق، وكانوا بحشد كبير جدا وقدروا ان هم ينهوا حركة مايس. وفر ساعتها منصور الكيلاني هو والعقداء إلى إيران، وتمكن الإنجليز من العراق. مين بقى اللي كان مساند دخول الإنجليز بشكل كبير وفعال؟ اليهود. مين اللي راح واحتفل بدخولهم في قاعدة الحبانية البريطانية الكبيرة هناك؟ اليهود. اليهود راحوا وباستفزاز كبير جدا، عكس رؤية وعكس رغبة الشعب العراقي اللي كان رافض ساعتها تماما دخول الإنجليز في أراضيه. عكس عندنا الكيلاني، الكيلاني رغم انه هو كان عايز يعني بيقول احنا ناخد موقف الحياد، الا ان في اراء بتقول انه كان مدعم هتلر والنازية، ولكن على كل حال كانوا الشعب العراقي محتقن تماما وجود الإنجليز، ولكن اليهود كانوا مرحبين بيهم وطلعوا في احتفالات. قالوا ان احنا ما كناش طالعين في رايحين يا اخي قاعدة عسكرية عشان تحتفلوا بعيد يهودي. راحوا قالوا لا، ده احنا كنا عندنا عيد يهودي، الكلام ده كان في شهر 6، في اول 6 اللي هو بيسموه حزيران اللي هو شهر يونيو، وقالوا احنا كنا بنحتفل بالعيد بتاعنا. ولكن حصلت مشاداة ساعتها ما بين بعض المسلمين واليهود، المسلمين اللي هم العراقيين. حب الوطن ده المفروض ما فيهوش اي فرق تفرقة في الدين، ولكن لما نيجي نبص على يهود المغرب وان هم تركوا المغرب بشكل ازاي، ويهود الجزائر لما خانوا الثورة الجزائرية وباعوا الشعب الجزائري للفرنسيين، وكذلك هنا في مصر برضو اليهود في مصر ما كانش ليهم عزيز ولا غالي، وأيضا في العراق ما لهمش وطن خالص. طالعين يتصعبنوا ويقولوا إن احنا اتعمل فينا في العراق، في العراق اتعمل فيكوا إيه؟ انتوا عدتوا مئات السنين وألاف السنين عايشين في وسط العراق ومحدش كان بيجي ناحيتكم، إلا انتم اللي مالكمش وطن ولا ليكوا عزيز ولا غالي غير دولة الكيان الصهيوني فقط. هو ده اللي حصل. اندلعت بقى نتيجة الأمور دي أعمال شغب وأعمال عنف كبيرة، اتسمت باسم حادثة الفرهود، والفرهود جاية يعني معناها النهب أو السلب اللي حصل إليهم. بيقولوا دول عملوا فينا كذا وكذا وكذا. وكان عدد اليهود على فكرة في الفترة دي كان ما يقرب من 150 ألف يهودي كانوا عايشين في العراق. بعد حادثة الفرهود وبعد طبعا مع احتلال دولة فلسطين الشقيقة زاد الاحتقان اكتر. طبيعي طبيعي، كان عند خلاص جوه الشعب العراقي متضايق، ده انتوا كنتوا عايشين ابا عن جدا في وسطنا وفي الاخر تبيعوا وتخونوا الوطن زي ما انتوا خنتوا كل الاوطان الاخرى. ده باختصار نبذة بسيطة عن تاريخ يهود العراق. أتمنى يا رب أن المعلومات دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. بقى يا جماعة الدعم، مش هوصيك بقى أن الفيديو يعني لو عجب حضرتك الفيديو تدوس لايك على الفيديو، ولو حضرتك أول مرة تنور وتشرف بالقناة تشرف وتشترك بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم الإشعارات دايما بأحدث الفيديوهات. وشوفكم على خير، سلام عليكم.